صديقات الأصدقاء، السلام على الجميع وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع متابعات ومتابعي قناة مروكو كريم تي في الجريمة المغربية. الحاجة المكنسية كنية بعد ما عندي ما نقول، الوقار، الاحترام، الرزانة والثبات، والله يثبت مع الشهادة وصافي. لكن الواقع حاجة أخرى. الحاجة المكنسية هزوها في العمارية، ماشي حيت تزوجات على كبرها ولا حيت عاد جات من الحج وفضحتها بجلاجل كما كيقولوا المصريين. الحجة طلعت نصابة، نصبت على البيطاليين وماشي غير واحد وماشي جوج، العشرات شلاهوما. الحجة المكنسية كما كدير الكنية كتسكن في مدينة مكناس، وهذه شي أسابيع قبل العام الجديد مشات الخنيفرة هي وشي مرة واحدة أخرى، مشاو بجوج بيهم. شي عائلة تما في خنيفرة صدفتها، جات ضيفة عندها، والفترة اللي كانت تما انتشرت بين الناس واحد المعلومة كتقول بلي الحاجة كتقلب على شي شباب بيطالي باش تهجرو للخارج يخدم، ساعة غادي تهجرو ليه فيما بعد. السمعة ديالها سبقتها، كلشي كيهضر على الحاجة المكنسية والخير اللي كدير، وشحال من واحد عاوناته باش حرق ومشى للخارج ودابا مسك عليه الله. يعني انتشلات مجموعة الناس من المستنقر البطالة، وهاد الهضرة تلقوها باش يحسنوا السمعة ديالها وباش كل شي يعرف بأن راه مصدر ثقة. طبعا هاد الهضرة كتمشي بحال العافية في التبن، دغيا انتشرات كل شي بدا كيهضر على الحاجة اللي جات من مدينة مكناس باش تنقذ ولاد خنيفرة من البطالة، هاد البطالة اللي قتلتهم قبل ما تقتلها من الموت. ماشي غير هما، شحال وشلا الالاف من الشباب اللي ضايع. الحاجة واللي معاها حبكو قصة مثيرة. هاد القصة غرات كل شي، اللي سمع بها غراتو، قالك ما قالك شي قاوري كتعرفو عنده شي فيرما في اسبانيا ومحتاج عشرات من الشباب باش يخدمو معاه، عنده مشروع فلاحي كبير ومحتاج ليد العاملة كبيرة. موازاة مع هاد العرض انتشرت الهضرة على انه سبق ليها الدات شي وحدين من قبل، يعني هجراتهم من الخارج بالوراق ودابا راهم خدامين مستقرين كيعاونوا العائلة ديالهم، كل شهر كيصيفطوا بينغا للعائلة ديالهم. فرص الخدمة في اسبانيا سيلت اللعاب ديال الجميع، لكن هاد الهجرة والخدمة طبعا ماشي فابور. حاجة قالت لهم اللي باغي يمشي، خاصة بعد ما كثر عليها الطلب، اللي باغي يمشي قالت ليهم غادي يعطيني 2 مليون، ومن اللي يمشي لتماك ويخدم يكمل اللي يعطيني 4 مليون واحدة أخرى، واللي عنده دابا ممكن يعطيها لي كاش. وخا المبلغ كبير، شحال من واحد غرا هاد العرض، وبداو الناس كيجيو يتكاثروا عليها يوميا وهي كتجمع في الفلوس. كاين السيدة اللي رهنت دارها وخرجت تكري باش توفر المبلغ لولدها باش تنقدو، ما يبقاش كل صباح كيطلب 10 دراهم مع 20 درهم باش يكمي ولا باش يدير باش يمشي للقهوة. كل شيء يعني كل شيء مع الدمع وليداته، وكاين اللي تسلفات من البنكة، وكاين اللي سلف من عند العائلة، وكاين اللي باع حويجات والتجهيزات ديال الدار باش ينقذ ولده. المهم بالنسبة ليهم هو هاد الفرصة ما تدوش ما تفوتش بلا ما يصيفطوا ولادهم اسبانيا. اسبانيا وما ادراك ما اسبانيا، تما غادي يخدموا، وطبعا ملي غادي يخدموا غادي تنفرج الازمه. عائلة مساكين محنين مع وليداتهم، كاين اللي عنده الإجازة، كاين اللي عنده الباك، وكاين اللي ما قاريش أو خرج على بكري من القراية. أمو البطالة قتلات الشباب ديال هاد المدينة وغيرها من المدن، وبالتالي في عرض بحال هذا ديال الخدمة في إسبانيا ما يمكنش يخليهم أو يخليوه يدوس، فرصة يقدر ما تتعاود. وكذلك كان كل شي تعرم على الحاجة المكنسية والعدد ديال الشباب فاق اللي باغين، يعني اللي باغيين يمشيو يهجروا لاسبانيا فاق 100، تجاوز 100، كل شيء عطاو الفلوس، عطاو الفلوس وبقاو كيتسناو فوقاش غادي يخرجوا يهاجروا. السيده طمأناتهم وما كانش باين عليها الغدر. الحاجه ما يمكنش، حاجه قبر النبي وما يمكنش كيفاش تنصب عليهم. قالت ليهم في اخر شهر 11 كل شيء غادي يمشي، غير تسناو، كنتسنى غير القوري يرد عليا وانا معكم. دابا وجدوا الباسبورات ديالكم، ديروا التيست ديال كوفيد 19، وجدوا ورقاتكم على ما نتلقى الاشاره من القوري وهنا معكم.
لكن الانتظار ديال الاولاد غير ما طال طال وطال وطال بزاف. تسالى شهر 11 وبدا شهر 12 وتسالى شهر 12 وبدا وتسالى العام وبدا عام جديد ولا جديد. الناس كيتصلوا بالحاجه المكنسيه في الاول كانت كتجاوب، لكن بعد غادي تطفي التليفونات وما غادي يجاوب، ما غادي يجاوبهم غير المجيب الصوتي. طفى التليفونات وغبرات غبرات، ما بقاش بان ليها اثر. حتى الناس اللي جات لعندهم الحنيفره ما بقوش عارفين عليها والو. غبرات بالمره، والناس دخل معهم البارد، عرفوا بلي تنصب عليهم وبطريقه ذكيه من طرف الحجه. وهنا غادي نفتح واحد القوس، قوس قصير باش ما نديش الاطناب، باش نقول لان النصابه عاده ما كيبانوا في صوره الانسان الوارع المتقي اللي مواظب على الصلوات ديالو دياني، وطلع وطبعا كاين اللي يستعمل تسبيح وخصو يبان انيق، يعني كيستثمروا في الدين باش يخفيوا الوجه الحقيقي والقدر ديالو. للاسف الشديد هذا هو السلاح ديال النصابه، ديما كيبان او كيبين لك يسوق لك ديك الصوره اللي مزيانه عليه باش يخفي الحقيقه ديالو. نسد القوس. دازت اسابيع الموعد المحدد للشباب باش يهاجروا اسبانيا وما بانش اثر الحجه المكنسيه. الشيء اللي اضطرت معه العائلات ديالهم باش يقدموا شكايات للمصالح الامنيه. جات رميه ديال الخنيفره، توصلوا بعشرات شكايات من طرف عائلات البيطاليين، وكاين شي وحدين من العائل من هاد العائلات اللي خرجوا في فيديوهات في مواقع الكترونيه وفي صفحات التواصل الاجتماعي. طبعا جات رميه بذلوا مجهود كبير باش يوصلوا للحجه المكنسيه واللي معاها. الفرقه الجهويه ديال الدرك في خنيفره هي اللي دارت المسطره واستطاعت في وقت وجيز باش تفك لغز الحاجة المكنسية اللي شغلت الرأي العام ونصبت لعدد كبير من الضحايا من عائلات الشباب العاطل. عشرات من الأسر حلمات باش تنتشل ولادها من بين أنياب البطالة وتنقدهم ولو باعوا الغالي والنفيس. أنا قلت لكم كاين اللي راه نص دارها، كاين اللي باع حويجاتو، عطاو الفلوس للحجة، لكن تبين فيما بعد انهم طاحوا ضحايا للنصب واحتيال وفارسه اكبر عمليه نصب واحتيال كيعرفها اقليم خنيفره. طبعا الحجه المكنسيه راه دابا في الضيافه ديال جدرميه. اليوم الاثنين 16 يناير 2023 شدوها جدرميه هي وشي جوج ديال الناس وحدين اخرين، والسبب في انه عندهم علاقه معها وكانوا كيستقبلوا الضحايا ديالها في دارهم. وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في خنيفرة أمر بالوضع ديالهم جميعا لها الحراسة النظرية لفائدة البحث، هذا البحث اللي مازال جاري من طرف الضابطة القضائية ديال جدرمية باش يعرفوا امتدادات هاد العصابة اللي كتقودها الحاجة المكنسية اللي تخبات في جلباب الوقار باش تنصب على الناس واستغلت الضعف والبطالة ديال الشباب باش تديلهم رزقهم. معلومات كتقول باللي مجموع الفلوس اللي جمعات من هاد لافير فاق 200 مليون. 200 مليون مبلغ ما يجمعو غير الفم، لكن مهما تجمع ومهما جمعت من الفلوس كل الفلوس ما غاديش ينفعوها فوالو باش تخرج من هاد الورطة اللي جات واللي دارت راسها فيها. بعد ما خرجت مجموعة من النساء بتجلس مواقع الكترونية فضحات السلوك ديال هاد الحجة. كاين الوحدة اللي دات ليها ما بين 6 و 8 مليون كل واحد وباش هرفت عليه. وفي الاخير كنقول لكم عندكم وعندكم تبقاو تيقوا الخوت والخواتات، راه غير نصابوها انتم شفتوا هذه الحاله. ونتمنى ما تتكررش، ودرت هذا الفيديو على اساس باش يكون فيه درس وعبره لكم جميع، ماشي اي واحد جا عندكم قال لكم انا بامكاني باش نخدمكم سواء نصيفطكم للخارج ولا نخدمكم في وظيفه معينه، تيقوا به وعطيهم عطيوه رزقكم. حدي راسك ليدوزو فيك النصابة، وإلى فرصة لاحقة دمتم أوفياء للقناة ودامت أفراحكم.